بعد ما اضفنا البيج الجديده دي، ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ محتاجين والله ان احنا يعني نبدا نعمل ديزاين للاد كلاسيفيكيشن. فاروح في الاد كلاس اللي هو اتش تي ام ال، اللي هو من فيوز اد كلاس دوت اتش تي ام ال. كان عندي ديفاي هايبريد بادنج تمام، ما عنديش فيها مشكله خالص، كويسه تمام، هتشتغل عشان تظبط معانا على الموبايل وعلى الويب وكل الكلام ده. وعلى اتش 1 مكتوب كلاسيفيكيشن اريا، ما عنديش برضه مشكله. وبدات الديفاي الرئيسيه، وبدات الديفاي الايه؟ الرئيسيه بتاعتنا. طيب هنبدا احنا نشتغل بالديفاي الرئيسيه بتاعتنا. احنا محتاجين نعمل فور ونضيف فيها كلاسيفيكيشن. فاقول له والله الديفاي تاخد كلاس سي اس اس كلاسينج، يعني الكلاس هدولها في او جي بانل عشان يعمل لها كده زي برواز. وهدل البانل دي هقول له او جي بي جي اللي هي الباك جراوند يعني. وعندي في الوان زي الدنجر الاحمر، الانفو النيوترا، الورنج زي ما انت عايز بقى، يعني تشوف انت اللون اللي يريحك. وطبعا منه درجات تمام، منه درجات. يعني لو اخذنا مثلا الدنجر كده تلاقي ان ايه اللي هي اوضه درجه اللون ده، واخدينها لون خفيف لكن لما اوضح كده اوضه اللون ده فرق. معرفش عندكم واضح ولا مش واضح، لكن انت جرب ده وشوف الالوان اللي تعجبك واختار اللون اللي انت تحس انت مستريح. ماشي؟ طيب عامل اختار اي درجه لون انت عايزها، مفيش مشكله. هو الكلاسين لازقين في بعض يا دكتور، الكلاسين لازقين في بعض مبوظين الكلاس. تمام. دي كده ايه كويس. تعالى بقى نقول ايه والله ده الاصل بتاعنا. في الاصل بتاعنا دوت كده اتش 4 اتش 3. والله انا محتاج ان انا اعمل عنوان رئيسي، لان انا بقى يبقى زي ايه عنوان داخلي. احنا خلاص العنوان الرئيسي من بره اهو، فاهم؟ هعمل هنا بقى ايه زي عنوان ايه؟ زي عنوان داخلي ليا بحيث ان انا اقدر اشتغل عليه. هقول له او هيبقى في عنوان الصفحه يعني اد نيو سلاش في 3 من جوه المربع بتاعه كبير قوي، خليه اتش 4 ممكن كمان اديله كلاس او جي هيدر بوردر. او جي نعمل خط كده هيدر بوردر. لاحظوا هنا الكلمه مكتوبه بس انا بعمل او جي بوردر، نعمل خط يا بسيط راح شايفين كده تمام. طيب و خلصنا من الاتش 4 اللي احنا عملناها. تعال بقى ديفلوب اوبشن فورم اللي هيدخل فيها رقم الكلاسيفيكيشن والعنوان والديسكريبشن والجزارسي والكلام ده. هعمل ايه؟ هعمل هعمل ديفاين والاستجابه. الديفاين دي هديها كلاس عشان دي الرئيسيه بتاعتي. هديها هديها الاو جي فليكس عشان تبقى حساسه لحكايه البيجز المختلفه والاحجام المختلفه. بعد كده هعمل ديفاير اللي هلم فيها كل الفورم بتاعتي، هلم فيها الفورم بتاعتي. هذه انا هديها كلاس، هديها اي دي، هديها اي دي اسم انا هستخدمه، هسميه فورم كونتينر. الهوية بتاعت الفورم بحيث ان احنا هنستخدم الفورم كونتينر دي في ال نحط كل عناصر الاليمنتس تحت الكنترولز تمام. في الاليمنتس اللي انا عايز اشتغلها كل عنصر احطه جوه ديفاي خاصه بيه. يعني اول واحد هستخدمه ايه هو؟ هقول والله احنا اول حاجه بنستخدمها الاو جي انبوت تكست
الاو جي انبوت تكست. طبعا هكتب سلاش او جي انبوت تكست دوت زي التكست بوكس كده. التكست انبوت تكست عادي جدا بنكتب اللي احنا عايزينه. في خاصيه اسمها ليبل هنت ودي بتكتب كده جوه التكست بوكس بشكل شيك كده، ولما بدوس عليها تختفي سنه يعني. هقول له كلاسيفيكيشن اي دي مثلا، اللي هو اول واحد هدخل فيه الكلاسيفيكيشن اي دي. تمام. طبعا انا لو قبل ما اكمل عملت سيف ورحت بصيت على الشاشه مش هلاقي حاجه ظهرت. مش هلاقي حاجه ايه؟ حاجه ظهرت ليه؟ لان التاج ده احنا اول تاج استخدمناه لازم نستدعيه الكنترول نستدعيه في الجي اس عشان يشتغل. تمام. لازم نستدعيه الجي اس عشان يشتغل. يعني لازم اروح في الاتلاس واقول له اول حاجه استخدمها مثلا في المثال او كانت الاسم الايه اللي الفريم موجوده فيه. طبعا كله مدينه ونقول جي اس على وجي اس على والحاجات اللي احنا محتاجينها بقى. فاحنا عندنا او جي انبوت تكست او جي انبوت تكست. تمام. اما ادوس سيف وارجع للبيج بتاعتي لقينا التكست بوكس اهو زي ما انتم شايفين ظهر. وادي الايه الحته اللي عملناها بعد الهنت لما ادوس عليها وبعدها تطلع فوق زي ما انتم شايفين كلام جميل. يبقى ده اول ايه؟ اول كنترول اضفناه الى الصفحه بتاعتنا يعني بحيث احنا نقدر نشتغل عليها مجاني. طيب عشان ما نضيعش وقت احنا نتعدل. نعم. هو احنا مش ممكن نستخدم الانبوت العادي بتاع اتش ام ال؟ نستخدم لو الانبوت العادي اتش ام ال ما تحط اتش ام ال بتاعك اللي انت عايزه. انت قلت قبل كده طالما الحاجه موجوده في اتش ام ال الستاندر العادي ما تستخدمش الكومبوننت اللي موجوده في الاوبجكت. وقلت برضو ان احنا عشان بنتعلم فانا لازم اعلمك اكبر كميه ممكنه من الكنترولز اللي موجوده جوه الاوراكل جيت. صح. طيب ماشي. ما تقولش بقى ما تجيبش رقم 3 تقولش معلومه على مزاجك بس المعلومه الثانيه ماشي. طيب سطر رقم 3 الكلاس مش مظبوط. نعم سطر رقم 3 تقريبا في غلطه في السطر رقم 3. لا سطر رقم 3 الكلاس اوجيت في جي. اوجيت في جي هو كده صح؟ مش مشكله. ماشي. طيب احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا نفس طبعا ده الاو جي انبوت تكست ده لازم يكون ليه فاليو قيمه كده تبقى مرتبطه بشيء. انا بعد نفس الاسلوب هقول له فاليو بتساوي طبعا انا عايز اربطها بحاجه تبقى موجوده في الجي اس. لازم اربطها بشيء يبقى موجود فين؟ في الجي اس بحيث ان القيم تتوزع. طبعا الحاجه اللي هتبقى في الجي اس هتكون تو واي بايندنج ولا وان واي بايندنج؟ حد يعرف الحاجه اللي هتضربها دي هتبقى وان واي ولا تو واي؟ هتبقى تو واي عشان تسمع مع ال اتش تي ام ال تسمع للجي اس والجي اس تسمع لان انا هدخلها في الـ من ال اتش تي ام ال فلازم تبقى تو واي بايندنج. بالظبط كده انت ممتاز. لان انا هاخد من الاتش ام ال للجي اس خلاص. طب هاخد من الاتش ام ال للجي اس يبقى تو واي. طبعا الجي اس بيسمع ده الاساس كده كده ده موجود في الحالتين في الوان واي اللي هو ده الاصل في التو واي برضه موجود. تمام. لكن احنا بنتكلم ان احنا عايزين ناخد الاتش ام ال لما نكتب رقم الكلاسيفيكيشن اخده يبقى عايز الاتش ام ال يتسمع مش ريد اونلي يعني من الاخر. فيبقى كده اضطر استخدم الايه العلامتين دول ومرابطها مثلا مع بروبرتي اسمها اي. وطالما ده حدث طالما ده اتعمل تمام. طبعا لو جينا عملنا سيف ورحنا بصينا على الصفحه هتلاقي الدنيا ضربت. ليه الدنيا ضربت؟ تمام. الدنيا ضربت لان احنا الاي دي هو الدنيا ضربت خالص يعني التصميم غلط زي انت عشان لا هو الكلاس النيتشرال 200 دوت اسمه ايوه نختار حاجه تكون خليها انفو 30 مثلا هتبقى لذيذ. اللي حصل معانا اختفى التكست بوكس. ليه؟ اختفى
اكس بوكس لان انت اكتب اي دي والاي دي ما فيش ليه وجود في الجي اس. كل بقى ده دي خطا ده شهير وبيحصل مع كل الناس تشتغل في جيت كونسول. هتخش هتلاقي الايه هيقول لك ان احنا جينا بنعمل بالدار الاي دي مسج هنا في الراحه قال لك ان الاي دي از نوت ديفاين. طبعا دي ممكن تغير حسب الحاجه بتاعتك يعني خد بالك جامد من المسج اللي من النوع دي اللي معناها ان انت عامل حاجه في الاتش ام ال ومش مسمعها عندك في الايه في الجي اس. وبالتالي انا لازم اعرف الاي دي هو الكلاس. طبعا الكلاس بتاعنا افضل ان احنا معرفين هنا الاتريبيوتس او البروبرتيز او الفاريبلز نقدر نسموها او الفيوتس. كل دي مسميات على فكره كلها بعض. هنا بحب نشتغل بالفانكشنز طبعا او الميثودز او السبروتينز او البروسيجرز او يعني الاسماء دي كلها. تمام للتنسيق بس بشكل. فانا هاجي هو تقول له اولا هتبدا في الاول خالص. طبعا لما اجي اقول كلمه ديست جوه اي كلاس كلمه ديست جوه اي كلاس كاوبجكت ريليتد موجود في اي لغه كلمه ديست معناها الكلاس اللي انا فيه معناها الكلاس الرئيسي اللي انا فيه. تمام ف طبعا انا ممكن اعمل فانكشنز جوه فانكشنز جوه فانكشنز. دي عندنا في الجافا سكريبت حاجه عاديه يعني مش قويه بس دايما ديست تبقى للرئيسي. دايما كلمة this تبقى للرئيسي. ايه الرئيسي؟ طب لو انا جوه function جوه function هيبقى this تخص function انت فيها. لو انت function جوه function جوه function function تبقى كلمة this يبقى تخص function انت فيها. طب هنا وخدت this يبقى function دي. وهنا خدت this يبقى للكلاس الرئيسي. فكلمة this بتتحرك معاك على حسب انت بتكتب فين. كلمة this بتتحرك معاك على حسب انت بتكتب فين. المهم خليها هنتايا كده هبقى اتكلم عليها بس خدوا بالكم ان ديس بتتكلم على السكوب اللي انت فيه. انت جوه كلاس يبقى انت بتتكلم. انت جوه فانكشن جوه كلاس يبقى بتتكلم على الفانكشن. طب انت جوه فانكشن جوه فانكشن جوه كلاس يبقى انت بتتكلم على الفانكشن اللي جوه الفانكشن. فهي بتتحرك على حسب السكوب اللي انت بتتكلم فيه. تمام؟ طيب عشان الحته دي هتبقى معانا قدام لما يجي سب فانكشن. على العموم انا محتاج ان انا اعرف ادفاين الاي دي عشان ما يعرفش مني لما بروح بره. فاقول له ايه ذس دوت اي دي معناها ان انا بعرف اي دي على مستوى الاد كلاس فيو موديل. ذس دوت اي دي بتساوي هقول له كي او دوت اوبزرفبل. واحنا عارفين يعني ايه كي او اوبزرفبل دلوقتي صح ولا ايه؟ خلاص فكده المفترض يبدا يسمع معايا بره بدون اي ايه؟ بدون اي مشاكل ان شاء الله. تمام؟ فلو جينا كده عملنا سيف عشان احنا بس قلبنا ده كلاس والاسلوب ده مش هنعرف الكلاس. انا هرجعها فانكشن تاني معلش احنا كنا بنشرح حاجه لحد وسيبناها زي ما هي على ورق. طبعا انا هستخدم معاكم ده وهستخدم معاكم ده يعني هستخدم معاكم بطريقتين مره بالكلاس ومره بالفانكشن بس خلينا الاول نثبت الاصل اللي هو بيتبني في الاصل كده تمام بالفانكشنز العاديه. عشان ده طبعا لو كده هضطر اشرح لكم يعني ايه كونستراكتور يعني مش عارفين. فانا عايز اختصر اخلي الموضوع بسيط الاول نطلع بالفكره. انا هنا عرفت خلاص الاي دي كي او دوت اوبزرفبل وربطته مع الانترفيس اللي هي مين اللي هي دي. عملت الاي دي بتاعي لو رجعت النوك اوت نوك اوت علشان ما واحده علشان يعرفوا انا عايز ده يطلع واحده واحده قدام. قال لي انا الكي او از نوت ديفايند الرساله قريبا من الرساله بتاعه مين بتاعه اللي احنا استخدمناها. طيب اللي احنا استخدمناه من شويه اللي كانت اي دي از نوت ديفايند معناها انت بتستخدم حاجه اصلا مش متعرفها. لو جيت رجعت هنا ازاي الكلام ده هتلاقي ان احنا اصلا كنا سايبين الديفاين فانكشن لسه فاضيه وما استخدمناش حاجه اساسيه اللي من ضمنها الكي او اللي هو النوك اوت وبالتالي هو مش مستدعى في الفايل وبالتالي مش هو مش فاهم عليكم الكي او اللي بتبصر. وبالتالي احنا لازم نراجع حاجات اساسيه لو فاكرينها ايه الحاجات الاساسيه بتاعتنا او جي فاكرين؟ الاو جي اس على الاو جي كور وقلنا دوت اللي فيه الحاجات الاساسيه الخاصه بالاوراكل جيت يعني او جي اس على او جي كور وده دي هنا على طول بكلمه او جي. تمام؟ حلو.
وايه تاني من حاجات السلع ده بيسموها النوك اوت. اما اقول له نوك اوت وده هستبعدها من كلمه كي او. تمام. حاجه ثانيه من الحاجات الاساسيه عندنا حاجات ثانيه البيولوجي نسينا نقسم الكود. ايه ثاني غير النوك اوت؟ كوما. ايه ثاني غير النوك اوت؟ الجي كويري صح؟ الجي كويري ودايما بيستخدموا علامه الدولار ساين. تمام. دول الثلاث حاجات الاساسيه الاوراكل جيت والنوك اوت والجي كويري. تمام كده هو احنا قلنا له عايزين نوك اوت كي او واستخدمنا كي او اوبزرفر. طب هو عارف النوك اوت؟ اه عارف النوك اوت. عرفها منين؟ لو رجعت الاصل البروجكت اللي بنعمل سيت اب هتلاقي ان احنا في المين، في المين هتلاقي النوك اوت. لما اقول كلمه نوك اوت يبقى من المكان الفلاني، لو اقول كلمه جي كويري يبقى من المكان الفلاني. فهو عارف مكان كل باكج دي فين هي، وبالتالي احنا بنستبعد الاسم بتاعها اللي احنا سميناه لنا مباشره بدون اي ايه، بدون اي مشاكل. تمام. يبقى احنا بس ايه استبعدناها بكلمه كي او وسلمنا كي او نبينا منها على الاوبزرفر. تمام يا شباب. لما رجعنا ادي اهو كده ربطنا، لو كده كتبنا مثلا 45 خلاص كده نطمن ان احنا عندنا رقم 45 بقى متشال جوه الفاريبل اللي هو ايه؟ اللي هو الاي دي ده. هل الحته دي فيها محتاجه اي اسئله او في اي استفسارات فيها؟ طيب تمام.